هذا كان اتفاق بيناتنا يعني غير باش نفسر مزيان. هي 20 مليون كيديها اللي ربح، لي زوت كونديدا ما كيربحوا حتى شي حاجه. حنا قبل يعني في النصف حطينا هذا القضيه باننا اللي ربح 20 مليون غادي يقسم، كاينه كوطا بالنسبه لي فيناليست وكاينه كوطا اخرى بالنسبه حتى للدومي فينال. دونك انا ربما هذه كان سبق منا حنايا باش نبينوا للراي العام باننا حنا راه في ستاند اب، راه حنا خوت، ماشي كتجمعنا المنافسه ولكن كيجمعنا حتى داك الحبيه وديك الاخويه اللي بيناتنا. غنقسم بيان سور ضروري، لا ماشي على اربعه، هي ماشي على اربعه، يا حصه الاسد كاينه الفائز ولكن كله الكوطه ديالها. حنا من بعد غادي نديروا واحد اللايف غنخرجوا به من بعد وغادي نقسموها. وخليها خليها مفاجاه.